اخبار نادي الزمالك، واللجنه المكلفه باداره نادي الزمالك اعلنت النهارده عن ان الانتخابات ان شاء الله هتكون في موعدها. الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للنادي ورئيس اللجنه المكلفه باداره شؤون النادي ان الجمعيه العموميه هتقام في موعدها لانتخاب مجلس اداره جديد، موضحا ان المقر الانتخابي سيفتح بدايه من 9 صباحا يوم الجمعه الموافق 20 اكتوبر 2023 وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعيه العموميه حتى الساعه 7 مساء. دكتور عماد البناني اضاف انه تم الغاء كافه المظاهر الاحتفاليه بالنادي تماشيا مع الحداد، وتم ايقاف النشاط الرياضي يومي الخميس والجمعه استعدادا للجمعيه العموميه للنادي. وقال كمان سيغلق النادي كافه مقراته اعتبارا من 8 مساء غدا الخميس الموافق 19 اكتوبر ليتم الانتهاء من التجهيزات اللازمه لاقامه الجمعيه العموميه يوم الجمعه اللي جايه باذن الله. نروح لفريق كوره واسوريو عاد للقاهره، عاد المدير الفني لنادي الزمالك اخوان كارلوس اسوريو الى القاهره قادما من انجلترا بعد زياره سريعه لاسرته. وصل اسوريو للقاهره في الساعات الباكره من صباح اليوم الاربعاء لمواصله مهام عمله على راس القياده الفنيه لنادي الزمالك. وتواجد اسوريو في تدريبات الفريق اللي أقيمت صباح اليوم على ملعب نادي ترسانة لقيادة الميران استعدادا لمباراة سموحة المقبلة. النهاردة كان في تصريحات خاصة من أسوريو لزميلنا هنا زميلنا خالد صلاح زميلنا في فريق الإعداد، كان تصريحات خاصة هنقولها لحضراتكم دلوقتي، وكان لقاء مهم جدا وتصريحات مهمة جدا من أسوريو المدير الفني لفريقنا. أسوريو اتكلم النهاردة وقال اتكلم طبعا في البداية عن الاستعدادات الحالية لمباراة سموحة ومدى استفادة الفريق من فترة التوقف الدولي والاختلاف اللي ظهر في أداء اللاعبين خلال المباريات الأخيرة. أسوريو قال بنستعد بالشكل الأمثل لمباراة سموحة، فترة التوقف الدولي الأخيرة كانت فرصة جيدة لمنح اللاعبين راحة بمنحهم أجازة يومين من التدريبات حتى يستطيعوا مواصلة التدريبات بكل جدية. منذ آخر مباراة خاضها الزمالك أمام البنك الأهلي والجهاز الفني بيفكر في مباراة سموحة، ودي عادتنا يعني الراجل دايما بيستعد للمباراة المقبلة فور انتهاء المباراة اللي كان بيلعبها. طيب زميلنا خالد صلاح بيسأله بيقول له إيه اللي اختلف في أداء نادي الزمالك في آخر مباراتين؟ الراجل قال له إن اللي خلى أداء نادي الزمالك مختلف في آخر مباراتين وإنه حقق انتصار هو وجود الروح. وضح في كلامه وقال الروح القوية اللي بيملكها اللاعبين من الصعب إنك تلاقي فريق بيستطيع إنه يسجل 4 أهداف في 45 دقيقة زي ما حصل كده في مباراة أرتا سولار، وإنك تعود بالفوز على البنك الأهلي بعد ما تقدم عليك بهدف ورغم النقص العددي عندك قدرت تسجل هدفين، وده ما بيحصلش في فريق إلا لو كان بيمتلك روح كبيرة وشخصية كبيرة، وهو ما نسعى لاستغلاله في كل المباريات المقبلة.